لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي، ما لاح فجره ولا استنارا ولا ضاءت شمسه نهارا، سود حزنا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام، الله ما أعظمه من يومي، أزال صبري وأطار نومي، اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عثير، اليوم قد مات الحفاظ والوفاء، اليوم كاد الدين يقضي أسفا، اليوم نامت أعين الأعداء وسجدت عيون ذو الولاء، ويلي وهل يجدي حزينا ويلو لأضلع تدوسهن الخيل وأرؤس على الرماح ترفع وجثث على الصعيد توضع وباكل تبدو من الخدور تعج بالويل وبالثبور ومرضع ترنو إلى رضيعي على التراب فاحص صريع ونسوة تسبى على النياق حسرى تعاني ألم الفراق. أهم شيء لذوي الولاء أن يجلسوا للنوح والعزاء، فيه تقام سنن المصاب والترك للطعام والشراب. لقد مر هذا اليوم على آل محمد صلى الله عليه وآله، وكله شجاع مترامي الأطراف، أثرت فجائعه بالقلوب فأذابتها وفي المدامع فأدمتها، فلا تسمع فيه إلا صرخة فاقد وزفرة تاكل وحنة محزون، ولا بدعة فالفقيد فيه وسبط المصطفى وبضعة فاطمة الزهراء وفلدة كبد العصي المرتوى وشقيق الصدق المشتفى وحجة الله على الورى، فمصابه يقل فيه البكاء ويعز عنه العزاء، وهل ترقأ العين وهي ترنو بالبصيرة إلى بقايا آل محمد المجزرين على وجه الصعيد مضعة أجسادهم، وقد قضوا دماء على ضفة الفرات الجاري تلغ فيه الكلاب وتشرب منه وحش الفناء، غير أن آل محمد صلى الله عليه وآله محلؤون عنه، وللخيل تجوال على تلك الصدور الزواكي، ولصدر الحسين حديث الشجي، وأعظم خطر أن شمرا له على جناجل صدر للنبي مقاعده، فنهدي له والخيل منهن صادر تضيل الحواسي في دماء ووارد، فاللاجم على المؤمن الموالي المتأسي للنبي الأعظم الباكي على ولده بمجرد تذكر مصابه أن يقيم المأتم على سيد الشهداء ويأمر من في داره بالبكاء عليه، وليعزي بعضهم بعضا بالحسين فيقول كما في حديث الباقر عليه السلام: عظم الله أجوركم بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه المهدي من آل محمد عليه السلام. دخل عبد الله بن سنان على أبي عبد الله الصادق عليهم السلام في يوم عاشوراء، فرآه كاشف اللون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ، فقال له: لم بكاؤك يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: وفي غفلة ما علمت أن الحسين أصيب في هذا اليوم. ثم أمره أن يكون كهيئة أرباب المصائب يحلل أزاره ويكشف عن ذراعيه ويكون حاشرا، ثم قال عليه السلام: لو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به.
قال الرضا عليه السلام: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسفي فيه ذرارينا ونساؤنا وأظلمت النيران في مضاربنا وانتهبت ما فيها من ثقلنا ولم تر على رسول الله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أطرح جفوننا وأشعل دموعنا وأذل عزيزنا وأوردنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال عليه السلام: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين صلى الله عليه وآله. وروي انه لما اخبر النبي صلى الله عليه واله ابنته فاطمه بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن، بكت فاطمه بكاء شديدا وقالت: يا ابتي متى يكون ذلك؟ قال: في زمان خال مني ومنك ومن علي. فاشتد بكاؤها وقالت: يا ابتي فمن يبكي علي؟ ومن يلتزم بإقامة العزائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة، فإذا كان يوم القيامة فاشفعين أنت للنساء وأن أشفع للرجال. وكل من بكى منهم على حطام الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة إن شاء الله. قال ابن قولويه والمسعودي: لما اصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى باصحابه صلاه الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله واثنى عليه، ثم قال: ان الله تعالى اذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والكفاح. ثم صدهم للحرب، وكانوا 82 فارسا وراجلا، فجعل حجر ابن القيم في الميمنة وحبيب ابن مظاهر في الميسرة، وثبته عليه السلام واهل بيته في القلب، واعطى رايته اخاه العباس، وجعلوا البيوت من جنوب بيوتهم، وامر بحطب وقصب كان من وراء البيوت ان يوضع في خندق كان قد حفر هناك، وان يحرق بالنار مخافة ان يأتوهم من ورائه. فأقبل عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام في 30,000، وكان رؤساء الأرباع للكوفة يومئذ عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي على ربع أهل المدينة، وعبد الرحمن بن أبي سبر الحنفي على ربع مضحج وأسد، وقيس بن الأشعث على ربع ربيعة وكندة، والحر بن
يزيد الرياح على ربع سليم وهمدان، وكلهم اشتركوا في حرب الحسين إلا الحر الرياح. وجعل ابن سعد على الميمنة وعمر بن الحجاج الزميلي، وعلى الميسرة شمر بن الجوشن العامري، وعلى الخيل عجرة بن قيس الأحنسي، وعلى الرجال شبة بن ربعي، والراية مع مولاه الويل. وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تضطرب في الخندق والحطب والقصب الذي كان قد ألقي فيه. فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن الجوشن. قيل: نعم. فقال عليه السلام: يا ابن راعية المعزة، أنت أولى بها من مثليا. ورام مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم فمنعه الحسين من ذلك. فقال له مسلم: دعني أرميه، فإن الفاسق من أعداء الله وعظماء الجبارين، وقد أمكن الله منه. فقال له الحسين: لا ترميه، فإني أكره أن أبدأهم بالقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السيف، رفع يده بالدعاء، رفع يديه للدعاء الذي دعا به النبي يوم بدر، وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل لي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها، ونادى بصوت عام يسمعه كلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا، حتى أعظكم بما هو حق لكم عليه، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النفق من أنفسكم، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النفق من أنفسكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه سحن وبكين وارتفعت أصواتهم، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر، وقال لهما: شكتاهن، فلعمري ليكثر بكاءهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد صلى الله عليه وآله والملائكة والأنبياء، وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال: عباد الله، اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أولى أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء، غير أن الله خلق الدنيا للفناء، فجديدها بعيد ونعيمها مضمحل وسرورها مفتهر، والمنزل كلعة والدار قلعة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الناس،
إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متشرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم برسول محمد صلى الله عليه وآله ثم إنكم جعلتم لآلهتي وعترتي تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربه. أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي. أوليس جعفر الطيار عمي. أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة. فإن صدقتموني لما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهل من خلق. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك. هؤلاء كلهم أصحاب رسول الله ومعروفون في ذات الوقت. وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذا المقال من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجة لكم عن سبك بني. فقال الشيخ هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول. قال الحبيب الله إني أراك تعبد الله على العالمين وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين عليه السلام فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بأصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمون. فنادى يا شبغة ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا لي أن أقدم؟ قد أينعت الدمار واخضر الجناب وإنما تقضي عن أحسن. قال سبحان الله فلا والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بن عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. وقال الحسين عليه السلام أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من بني مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أكر فرار العبيد. عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وأقبل القوم يزحفون نحو الحسين
وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميمي، فصاح فيكم حسين. وفي الثالثة قال أصحاب الحسين: هذا الحسين، فما تريد منه؟ قال: يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين: كذبت، فلأقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع كمن أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. فرفع الحسين يديه حتى كان بياضه بطيه، وقال: اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إلى الحسين، وكان بينهما نهر، فسقط عنها وعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس، وانقطعت قدمه وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب، وأخذت الفرس تضرب به كل حي مشهد. فخرج الحسين سعيدا شاكرا حامدا على إجابة دعائه، ثم انه رفع صوته يقول: اللهم انا اهل بيت نبيك وذريته وقرابته، فاقصم من ظلمنا وغفر لنا حقنا، انك سميع قريب. وقال له محمد بن الاشعث: اي قرابة بينك وبين محمد؟ فقال الحسين: اللهم ان محمد بن الاشعث يقول: ليس بيني وبين محمد بن الاشعث، اللهم ارني في هذا اليوم ذلا عاجلا. فاستجاب الله دعاءه، فخرج محمد بن الاشعث من الاسفر ونزل عن فرسه لحاجته، واذا بعقرب اسود يضربه ضربه تركته متلوثا في ثيابه من ماء به، ومات بعد العوره. قال مسروق بن وائل الحضرمي: كنت في اول الخيل التي تقدمت لحرب الحسين، لعلي ان اصيب راس الحسين، فاحظى به عند ابن زياد بالجائزه. فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة عند الله ومنزلة، وتركت الناس وقلت: لا أقاتلهم فأكون في النار. ثم خرج إلى القوم زهير بن القين على فرش جنوب وهو شاكك في الله، وقال: يا أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب الله، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن عنه عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء أمر سلطانهما، مسلمان ويقطعان أيديكم وأرجلكم، ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل، ويقتلان أماثلكم وقراءكم، أم كان حزب بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه. فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ودعوا له، وقالوا: لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه، أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلمة. فقال زهير: عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيدكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه الشمر بسهم وقال: اسكت، اسكت الله نامتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. وقال زهير: يا ابن البوال على عينيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. وقال الشمر: إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة،
فقال زهير: أفبالموت خولوني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال: عباد الله، ما زلت جلالي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قوما هرقوا دماء ذريتي وأهل بيتي وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه: إن أبا عبد الله يقول لك أحد بالسجاعة إلى الإنسان من المؤسسة لهم نصرك الله وعبدك بسرعة وما أبلغها وأبلغت لو نفع النصف والإبلاغ. ولما بلغ العطش من الحسين وأصحابه مبلغه، استأذن الحسين جرير بن خضير في أن يكلم القوم، فأذن له، وكان شيخا تابعيا ناشدا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الحمدانيين شرف وقدر. فوقف قريبا منهم ونادى: يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين بنت رسول الله فجزاء محمد هذا. فقالوا: يا بني قد اكثرت الكلام، فاصرف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. قال: يا قوم، ان ذكر محمد قد اصبح بين امركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون ان تصنعوه بهم. فقالوا: نريد ان نمكن منهم الامير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رايه. قال: ألا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها وعليكم؟ أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات، بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا شقاكم الله يوم القيامة، فبئس القوم أنتم. فقال له نفر منهم: يا هذا، ما ندري ما تقول. قال: الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة، اللهم إني أبرأ إليكم من فعال هؤلاء القوم، اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. فجعل القوم يرمونه بالسهام فتقهقر. ثم ان الحسين عليه السلام ركب فرسه واخذ بصحفا ونشره على راسه، ووقف بعزاء القوم وقال: يا قوم، ان بيني وبينكم كتاب الله وسنه جدي رسول الله صلى الله عليه واله. ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ولامته وعمامته، فأجابوا بالتصديق. قال: نعم، كله صحيح. فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. وهنا انقطعت الحجة، ويئس الحسين من هداي غالبين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا افتتحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم علما لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الأولاد؟ فرقمونا والسيف مشين والجأش طام والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء، وتداعيتم عليها كتهافت الفرافراش، ثم نقصتموها
فسحقا لكم يا عبيد الامر وشذاب الاحزاب ونبذة الكتاب ومحرق الكلم وعصبة الإبل ونفسة الشيطان ومخطئ السنن. ويحكم هؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون اجل والله قدر فيكم قدرين وشجت عليه اصولكم وتآثرت فروعكم فكنتم اخبث ثمرة شجا للناظر واكلة للغاصب. الا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فانتم والله هم. الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحضور طابت وطهرت وألوف حمية ونفوس أبية من أن يصبح اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني جاعد بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيالا كرو ابن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين. وما إن قفنا كدم ولكن منايانا ودوك آخرين. فقل للشامتين بنا أتيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا من الموت رفع عن أناس بكلكله أناخ بآخرين. أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريت ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتلقى وتغلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم رفع يديه نحو السماء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام دقيق يسقيهم كأسا مصبرا فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. والله لا يدع أحدا منكم إلا انتقم لي منه قتل بقتله وضرب بضربه وإنه لينتصر لي ولأهل بيتي وأشياعي. ثم استدعى الحسين عمر بن سعد فدعي له وكان كارها لا يحب ان ياتيه فقال اي عمر اتزعم انك تركنني ويوليك الدعي بلاد قري وترجان. والله لا تتهنأ بذلك عهد معهود اصنع ما انت صالح فانك لا تفرح بعدي بدنيا ولا اخره وكاني براسك على قصبه يتراماه الصبيان بكوفه ويتخذونه غرضا بينهم. فصرف بوجهي عنه غضبا ونادى باصحابي ما تنقلون ما تقبلون بالحسين احملوا باجمعكم انما هي أكلة واحدة. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام الحسين واشتراكه اقبل وقال له ابو قاتل انت الرجل؟ قال اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتضيق الايدي. قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصام؟ ولكن اميرك ابى ذلك فتركه ووقف مع الناس. وكان الى جنبه رجل من قومه يقال له قرة بن قيس فقال لقرة هل سقيت فرسك اليوم؟ قال لا. قال فهل تريد ان تصبر؟ قال ظننت والله انه يريد الاعتزال ويكره ان اشاهده فتركته. فاخذ الحر يدنو بالحسين قليلا قليلا فقال له المهاجر بن اوس
أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذت الرعدة. فارتعب المهاجر من هذا الحال وقال خير نفسي بين الجنة والنار، والله لا اختار عن الجنة شيئا ولو أخلق. ثم ضرب جواده نحو الحسين منكسا رمحا قالبا ترسه، وقد تعطى برأسه حياء من هذا الرسول ما أنا إليه، وجعل عليه في هذا المكان على غير ماء ولا كرة، رافعا صوته: اللهم إني إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك. ثم قال الحسين: فداك يا ابن رسول الله، انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع، وسايرتك بطريق، وتعداد بك في هذا المكان، وما حسبت ان القوم يردون عليك ما اردته عليهم، ولا يبلغون من جانب منزله، والله لو علمت انهم ينتهون بك الى ما ارى ما ركبت مثل هذا الذي ركبت. يا عبد الله من جوره. فقال الحسين: نعم يتوب الله عليك. تسره قوله وتيقن الحياة الأبدية والنعيم الدائم، ووضع له قول الهاتف لما خرج من الكوفة. فحدث الحسين بحديثه قال فيه: لما خرجت من الكوفة نوديت أبشر يا حر الجنة، فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حر ابن رسول الله. فقال له الحسين عليه السلام: لقد أجرت خيرا وأجرا، وكان غلاما تركيا. ثم استأذن الحر الحسين في أن يكلم القوم، فأذن له، فنادى بأعلى صوته: يا أهل الكوفة، لأمكم الهبل والعمر، استعوتموه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب، ومنعتموه التوجه إلى بلاد الله العريضة حتى يأمن أهل بيته، وأصبح كالأسير في أيديكم، لا يملك لأبنه نفعا ولا ضرا، وحلقتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهود والنصارى والمجوس، وتغرب فيه خنازير السواد وكلابه، وها هم قد صرعه العطش، ليس ما خلقتم محمدا في ذريته، لا سقاكم الله يوم الظما. فعملت عليه رجال ترميه بالنبل، فتقهقر حتى وقف امام الحسين. وتقدم عمر بن سعد نحو عسكر الحسين ونادى: يا دعين، ادخل مرايتك. فأدناها ثم وضع سهما في كبد قوسه، ثم رمى وقال: اشهدوني عند الامير اني اول من رمى. ثم رمى الناس فلم يبق من اصحاب الحسين احد الا اصابه من سهامهم. فقال عليه السلام لأصحابه: قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي نعبدك فيه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحابه حملة واحدة واقتتلوا ساعة من النهار، فمن جلت العبرة إلا عن 50 صريعا. وخرج يسار مولى زياد،
فشاد المولى عبيد الله بن زياد فطلب البراز فوثب حبيب وبريه فلم ياذن لهما الحسين فقام عبد الله بن عمير الكلبي من بني حليم وكنيته ابو وهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيدا ما بين المنشدين شريفا في قومه شجاعا مجربا فأذن له وقال أحسبه للأقران قد تالى فقال له من أنت فانتسب لهما فقال لا نعرف ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير وكان يسار قريبا من عبد الله فقال له يا ابن الزاني أو بك رغب عن مبارزتي ثم شد عليه بسيفه يضربه وبينا هو مشتغل به إذ شد عليه ثاني فصاح أصحابه قد رهقك العبد فلم يعبأ به فضربه ثالث بالسيف فاتقاها عبد الله بيده اليسرى فأطار أصابعه ومال عليه عبد الله فقتله أيضا وأقبل إلى الحسين يرتجل معا وأخذت زوجته أم وهب بنت عبد الله عمودا وأقبلت نحوه تقول لأخذك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد صلى الله عليه وآله فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تراوعه وأخذت مجالبه وتقول لن أدعك دون أن أموت مرض فنادى الحسين يجيد عن أهل بيت نبي خيرا ارجعي الى الخيمه فانه ليس على النساء قتال فرجعت ولما نظر من بقي من اصحاب الحسين الى كثره من قتل منهم اخذ الرجلان والثلاثه والاربعه يستاذنون الحسين بالذب عنه والدفع عن حرمه وكل يحمي الاخر من كيد عدوه فخرج الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد الله بن عبد بن سريع وهما ابنا عم واخوان لام يبكيان قال الحسين ما يبكيكما اني لارجو ان تكونا بعد ساعة قريري العين قال جعل الله بدار ما على انفسنا نبكي لكن نبكي عليك نراك قد احيط بك ولا نقدر ان ننفعك فجزاهما الحسين خيرا فقاتلا قريبا منه حتى قتلا وجاء عبد الله وعبد الرحمن ابن عروة الغفارية فقال قد حاشر الناس اليك فجعلا يقاتلان بين يدي حتى قتلا وخرج عمرو بن خالد السيداوي وسعد مولاه وجابر بن الحارث السلماني ومجمع بن عبد الله العائلي وشدوا جميعا على اهل الكوفة فلما اوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وقطعوهم عن اصحابهم فندب اليهم الحسين اباه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا باجمعهم اخذ منهم العدو مرة اخرى فشدوا باشياتهم مع ما بهم من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد ولما نظر الحسين الى كثرة من قتل من اصحابه قبض على شيبته المقدسة وقال اشتد غضب اليهود اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوا ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون حتى القى الله وانا مخضب بدمي ثم صاح امام مغيث يغيثنا امام ذات يذب عن حرم رسول الله فبكت النساء وكثر صراخهم وسمع الانصاريان سعد بن الحارث وابوه ابو الحسوم استنصار الحسين واستغاثته وبكى عياله وكانا مع ابن سعد فمالا بسيفهما على اعداء الحسين وقاتلا حتى قتلا واخذ
وقد أصحاب الحسين بعد أن قل عددهم وبان النقص فيهم يبرز الرجل بعد الرجل فأكثر القتل في أهل الكوفة، فصاح أمر بن الحجاج لأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر. يقول أهل البصائر يعني يدركون أن هؤلاء هم على الإيمان، أهل البصائر. تقاتلون فرسان مصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوا على قلتهم، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد صدق الرأي ما رأيت، أرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يواردهم رجل منهم، ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم. ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين، وأي ميمنة؟ أنا بطل الحسين. ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين فثبتوا له، وجدوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخيل، فلما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بالنبل فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين. وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن الدين. وفارق الجماعة فصاح الحسين: ويحك يا عمرو، أعلي تحرق الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحنا أجسادها من أولاد سلي النار. ثم حمل عمرو بن الحجاج مرة أخرى من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة، وفيها قاتل مسلم بن عوسجة، فشد عليه مسلم بن عبد الله الضرابي وعبد الله بن تشكار البدني، وثارت بشدة الجلاد غبرة شديدة، ومن جلت الغبرة إلا ومسلم بن عوسجة صريع وبه رمق، فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين: رحمك الله يا مسلم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ودنا منه حبيب. وقال: عز علي مصرعك يا مسلم. وقال الشمر لغلامي رستم: اضرب رأس هذا العمود، فشدخه وماتت مكانها، وهي أول امرأة قتلت من أصحاب الحسين، وقطع رأسه ورمي به إلى جهة الحسين، فأخذته أمه ومسحت الدمعا، ثم أخذت عمود خيلة وبرزت إلى الأعداء، فرد الحسين وقال: ارجعي رحمك الله، فقد وضع عنك الجهاد. فرجعت وهي تقول: اللهم لا تقطع رجائي،
فقال الحسين لا يقطع الله رجائي رجائي. فحمل الشمر حتى طعن قسطاط الحسين بالرمح. فقال علي بالنار لأحرقه على أهله. فتضايعت النساء وخرجن من البسطاط وناداه الحسين يا ابن ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار. وقال له شمت المرضعي مرعبا للنساء سر ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك وموقفا أصبح من موقفك. وحمل على جماعته زهير بن القين في عشرة من أصحابه حتى كشفوه من البيوت. ولما رأى عجرة بن قيس وهو على الخيل الوهن في أصحابه والفشل كلما يحملون بعث إلى عمر بن سعد يستمده الرجال. فقال ابن سعد بشبج بن ربعي ألا تقدم إليهم؟ قال يا سبحان الله تكلف شيخ النصر وعندك من يجزي عنه. ولم يزل شبج بن ربعي كارها لقتال الحسين وقد سمع يقول قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان 5 سنين ثم عدونا على ولدي وهو خير أهل الأرض نقاتلهم مع آل معاوية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال. والله لا يقدر على هذا النصر خيرا أبدا ولا يسددهم برشد. فمدوا الحسين بن نمير في 5 مرات واشتد القتال واكثر اصحاب الحسين فيهم الجراح حتى عقروا خيولهم وارجلوهم ولم يقدروا ان ياتوهم من وجه واحد لتقارب ابنيتهم. فارسل ابن سعد الرجال ليقوضوا الابنيه عن ايمانهم وعن شرائعهم ليحيطوا بهم. فاخذ 3 و4 من اصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدون على الرجل وهو ينهب فيقتلونه ويرمونه من قريب فيعقرونه. فقال ابن سعد احرقوها بالنار فاضرموا فيها النار فصاحت النساء ودرس الاطهار. فقال الحسين دعوهم يحرقونها فانهم اذا فعلوا ذلك لن يجوزوا اليكم. فكان كما قال. وكان ابو الشعساء الكندي وهو يزيد بن زياد مع ابن سعد فلما رد الشروط على الحسين صار مع الحسين وكان راميا فجفا على ركبتيه بين يدي الحسين ورمى ب100 سهم والحسين يقول اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. فلما نفدت سهامه قام وهو يقول لقد تبين لي اني قتلت منهم 5 ثم حمل على القوم فقتل 9 نفر وقتل. والتفت ابو ثمام الصائد الى الشمس قد زالت فقال للحسين نفسي لك الفداء اني ارى هؤلاء القوم قد اقتربوا منك. لا والله لا تقتل حتى اقتل دونك واحب ان القى الله وقد صليت هذه الصلاه التي دنا وقتها. فرفع الحسين راسه الى السماء وقال اخذت الصلاه جعلك الله من المسلمين الذاكرين. نعم هذا اول وقتها سلوهم ان يكفوا عمنا حتى اصلي. فقال الحسين انها لا تقبل. فقال حبيب بن مظاهر زعمت انها لا تقبل من عهد الرسول وتقبل منك يا حمار. فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجه فرشه بالسيف فشلت به فاستنقذه اصحابه فحملوه. وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتل على كبره 62 وحمل عليه يزيد بن صهيب فضربه بسيفه وطعنه اخر من تلاميذ برمحه فسقط الى الارض. فذهب ليقوم واذا الحسين يضربه بالسيف على راسه فسقط لوجهه ونزل اليه تلاميذه واحتز راسه فهد مقتله الحسين عليه السلام. فاحتل مقتله الحسين
فقال عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي واسترجع كثيرا. وخرج من بعد حبيب الحرم يزيد الرياح ومعه زهير بن القين يحمي ظهره. فكان اذا شد احدهما وسط الحم شد الاخر وسط بدله. فرفعنا اسعاره ان فرس الحر لمضروب على اذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه وهو يتمثل بقول عنتره: ما زلت ارميهم بثغره حيه حتى تسربل بالدم. فقال الحسين ليزيد بن سفيان: هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله؟ قال نعم. وخرج اليه ابن المبارك فعاش على مقتله الحر، ثم راح نور مشرق الحر بجسم البحر وشرب من الحصر ورفع محمد اليه وبيد السجن وجعل القاهر راسلا حتى تنتهي الاربعين من اي من الاربعين. ثم شدد عليه الرساله فصرعته وحمل اصحاب الحسين عليه السلام ووضعوا امام الصحابه الذي قادون بدله. وهذا يسعد في قتيلهم الى هذا الاسرى والحسين يقول: لم اكن جبت قتله النبيين وعاد النبيين. ثم دخل في الحوض وكان في يوم فقال له وهو يمسح دمعا: ما انت بحر ومن احسن منك امك وانت مدعو في الدنيا على الاخره. ورفعه رجل من اصحاب الحسين ورفيع علي بن الحسين فنحن نقول بنين يا أبي صبروا من عندنا بشملة رماحي. ونحن نقول كبار حسين لم يزال نفسي عند الصراحي فاهتقيل من المسلم أن من غير من أصحابه صلوات الكرم. وثبت عمار بن حلوان بن قريب سعيد بن عبد الله الحنفي من مسلم أصحابه لو قال من صلى واصحابه يصبر على عبد الله. ولما اوتي الصعيد بالزرار سرق خلال الحرم ويقول اللهم اعانه نعم على ذلك الموت وابلغ نبيك مني السلام وابلغ ما لقيت من الم الجراح فاني اردت بذلك ثوابك في نصرة ذرية نبيك صلى الله عليه واله وسلم. والتفت الى الحسين قائلا: اوفيت يد رسول الله؟ قال نعم انت امامي في الجنة وقضى نحبه. فوجد فيه 13 سهم غير الضرب والطعن. لما اعتبر الحسين من الصلاة قال لاصحابه: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت ابوابها واتصلت انهارها وانعت ماؤها، وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم. فحاموا عن دين الله ودين نبيه ودبوا عن حرم الرسول. فقالوا: نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لبنك اللقاء، فوالله لا يصل اليك الى حرمك حق وفينا عرق يبرد. جماعة من الرماة فرعوا أصحاب الحسين وعطروا خيولهم ولم يبق مع الحسين فارس إلا الضحاك بن عبد الله المشرقي يقول: لما رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بفرسي وأدخلتها قسطاطا لأصحابنا واقتتلوا أشد القتال. وكان كل من أراد الخروج وزع الحسين بقوله: السلام عليك يا ابن رسول الله. فيجيبه الحسين: وعليك السلام ونحن خلفك. ثم يقرأ: ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وخرج أبو تمام الصائدي فقاتل حتى أثر بالجراح. وكان مع عمر بن سعد ابن عم له وليس بن عبد الله بينهما عداوة فشد عليه وقتله. وخرج سلمان بن مراد البجلي وكان ابن عم زهير
زهير بن القين فقاتل حتى قتل، وخرج بعده زهير بن القين فوضع يده على مأخيه الحسين وقال مستعدلا أقدم بديت حاليا فاليوم على الحاجة حتى ولم ارتضى عليا ولا الجناحين فتلكنيا وعسد الله الشهيد الحيا. فقال الحسين وانا القاهما على اثرك، وفي حملاته كان يقول انا زهير وانا ابن القيل اذودكم بالسيف عن حسيني. فقتل 120 ثم عطف عليه كثير بن عبد الله الصحبي والمهاجر بن اوس فقتلاه. فوقف الحسين وقال لا يعذنك الله يا زهير ولعن قاتليك، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. وجاء عمرو بن قرض الأنصاري وقف أمام الحسين يقيه من العدو ويتلقى الشهام بصدره وجنته، فلم يصل إلى الحسين سوء. ولما كثر فيه الجراح التفت إلى أبي عبد الله وقال أرأيت يا ابن رسول الله؟ قال نعم أنت أمامي في الجنة، فاقرأ رسول الله مني السلام وأعرف أني في الأثر. وخر ميتا. فنادى أبوه علي وكان ابن سعد يا حسين يا كذاب ضررت أخي حتى قتلته. فقال عليه السلام إني لم أضر أخاك ولكن الله هداه وأضلك. فقال قتلني الله إن لم أقتلك. ثم حمل على الحسين ليطعنه فاعترضه نافع بن هلال الجملي فحمله أصحابه وعالجوه. ورمى نافع بن هلال الجملي ونادى يزيد وحكم يا بعير كيف ترى صنع الله بك؟ فقال صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. فقال يزيد كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا. أتذكر يوم كنت أماشيك في بني لولا وأنت تقول كان معاوية ضالا وإن إمام الهدى علي بن أبي طالب؟ قال برير بلى أشهد إن هذا رأيي. فقال يزيد وأنا أشهد إنك من الضالين. فدعاه برير إلى المباهلة فرفع أيديهما إلى الله سبحانه وجعوانه أن يلعن الكاذب ويقتله. ثم تبارك فضربه برير على رأسه ضربة قدت المخبر والدماغ فخر كأنما هوى من شاهد. وسيف برير ثابت في رأسه
وبين أن يريد أن يخرجه إذ حمل عليه رضي من قبل العبد واعتنق بريق واعترك فقرعه بريق وجلس على صدره فاستغاث رضي بأصحابه فذهب كعب بن جابر بن عمرو الأجدي ليحمل على بريق فصاح به عتيف بن زهير بن الأخنس هذا بريق بن خضير القاري الذي كان يقرأنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتفت إليه وطعن بريرا في ظهره فبرك برير على رضي وعض وجهه وقطع طرف أنفه وألقاه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله وقام العبدي ينفض التراب عن قبائه وقال لقد أنعمت علي يا أخا الأزد نعمة لا أنساها أبدا ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عتبت عليه امرأته النواء وقالت أعمت على النقاط أنت سيد القراء لقد أتيت عظيما من الأمر والله لا أكلمك من رأيي إنك أبدا ونادى حنظلة بن سعد الشباب يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون تدرون ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يا قوم لا تقتلوا حسينا فيشهدكم الله بعذاب وقد خاب من استوى فجزاه الحسين خيرا وقال رحمك الله انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم اليه من الحق ونهبوا اليك ليستبيحوك واصحابك فكيف بهم الان وقد قتلوا اخوانك الصالحين قال صدقت يا ابن رسول الله افلا نروح الى الاخره فاذن له وسلم على الحسين وتقدم يقاتل حتى قتل واقبل عابس بن شبيب الشاكري على شوذة مولى شاكر مولى ابيه وكان شوذب من الرجال المخلصين وداره مألف للشيعة يتحدثون فيها قبل أهل البيت فقال يا شوذب ما في نفسك أن تصنع قال أقاتل معك حتى أقتل فجزاه خيرا وقاله تقدم بين يدي أبي عبد الله حتى يحتسبك فيما احتسب غيرك وحتى أحتسبك فإن هذا يوم نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه فسلم شوذب على الحسين وقاتل حتى قتل فوقف عابس امام ابي عبد الله وقال من على ظهر الارض قريب ولا بعيد عز علي منك ولو اردت ان ادفع خير معك بشيء عز علي من الشيطان السلام عليك وقال
اللهم حي الاسلام وحي المسيح واحشرهم عن محمد صلى الله عليه واله وعرف بينه وبين عائله وحرمه وجعلنا من الملوك المعاصر بشر من الروائح على المؤجيل لتنعك عن المجلس وانا نحسب من الحال كل نبي كلاهي شيخا كبيرا صحابيا وعن نبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا استاذن الحسين صبرا وشادا وصره بالعمامه رافعا حاجبيه بالعصابه ولما نظر اليه الحسين بهذه الهيئه بكى وقال شكر الله لك يا شيخ فقتل على كبره 18 رجلا وقتل وجاء عمرو بن جلال الانصاري او الشهود او الفتيان فجاء عمرو بن جلال الانصاري بعد ان قتل ابوه وهو ابن 11 سنه يستاذن الحسين اصحاب الحسين ان ياذن له وقال هذا غلام قتل ابوه في الحمله الاولى ولعل امه تكره ذلك قال الغلام ان امي امرتني فأذن له فما أسرع عن قتل ورمي برأسه إلى شهة الحسين فأخذته أمه ومسحت الدمع وضربت به رجلا قريبا منها فمات وعادت إلى المخيم فأخذت حمودا وأنشأت إني عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة تردى الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود وقال للحسان المسؤول من الجوع حتى حرم الاجتماع رجع الى الحسين يقول بل يوم الحاجه جن الرياء ثم ما كان من الاعرابيا فتاكل الذين احبوا الوصيا وقال الحسين وانا الاخبار وعلى الاعتذر رجع يعاتب حتى يخرج وحذر الاخبار الرجليه من جابر الحمداني قال الشبيه حتى ارتدى للدعاء وعند اشرف وعاد مساعد الحمد وشق فيه عمره ورفع عنه جميعا الى ان تبت وعاد شدت الاشرف وفي شعره واحد من السلام على المسيح المأسور سواه على محمد المسيح الحمداني والعزيز المعروف عمرو المعبود المعروف الرحيم لما وصل الجراح وليس مرعب من اهل المطاعم فقط الوجيه وربهم الذين امنوا المسلمين فلما قتل المسلمين وصدق عن القبور ولم يصدق عن السكين مثل كان معه فقال بها قد تعقب روحي فاغتنموا وانا اخر من قتل من الاصحاب بعد المسلمين بحرير الساعه ثم عشق من اجلي اذا اخذت شيء وقيل وراسي او بيت الكبير أحاطت به 70,000 ردها شوارد أمثال الدعان المشردين ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على ملاقاة الحسين بباس شديد وحراب مر ونفوس أذية وأقبل بعضهم يودع بعضا وأول من تقدم منهم أبو الحسن علي الأكبر وعمره 27 سنة فإنه ولد في 11 من شعبان سنة 33 من الهجرة وكان مرآة الجمال النبوي ومثال خلق السامي وأنموذجا من منطقه البليغ
وإذا كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. تمادح الأكبر يقول فيه: لم تر عين نظرت مثله، من محتفل يمشي ومن ناعب. كان إذا شربت له ناره أو قدها بالشرة القابل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهد. لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. أعن ابن ليلى ذا الندى والسدى، أعن ابن بنت الحسن الفاضل. فعلي الأكبر هو المتفرع من الشجرة النبوية، الوارث للمآثر الطيبة ولتصفات الغر، وهي تراثه من كل لطريف وشهم أصيب. في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإذا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. ولما يمنم الحرب عز فراقه على مقدرات الإمامة، لأنه عماد أخديتهن وحماء أمنهن ومعدد آمالهن بعد الحسين. فأحطن به وتعلقن بأطرافه، وقلنا ارحم غربتنا لا طاقة لنا ولا فراقه. فلم يعبا بهن، لأنه يرى الحسين قد اجتمع أعداؤه على عراقة دمه الطاهر. فاستأذن أباه وبرز على فرس من حسين تسمى لاحقة. ومن جهة أن ليلى أم الأكبر بنت ميمونة ابنة أبي سفيان، صاح رجل من القوم: يا علي، إن لك رحما بأمير المؤمنين يزيد، ونريد أن نرعى الرحم، فإن شئت آمناك. قال عليه السلام: إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن ترعى. ثم شد يرتجل معرفا بنفسه القدسية وغايته السامية: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولاد النبي، فالله ما يحكم فينا ابن الدعي، أضرب بالسيف حامي عن أبي ضرب غلام هاشمي قرشي. ولم يتمالك الحسين وهو ينظر إلى هذه الحالة دون أن أرخى عليه بالدموع، وصاح بعمر بن سعد: ما لك؟ قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. فلم تعتر قرابتي من رسول الله صلى الله عليه واله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شهيدته المقدسه نحو السماء وقال: اللهم اشفنا هؤلاء القوم، فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. وكنا اذا التقنا الى رؤيه نبيك نظرنا اليه. اللهم فامنعهم بركات الارض، وفرحهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق اجدا، ولا ترض الولاد عنهم ابدا. فإنهم دعونا لينصرونا، ثم أتوا علينا يقاتلونا، ثم تلا قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولم يزل يحمل على الميمنة ويعيدها على الميسرة ويغوص في الأوصاف، فلم يقابل جحفل إلا رده، ولا برز إليه شجاع إلا قتله. يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من ناس المتوقد، فيردها قصرا على أعقابها في بأس عريش العريلة ملبد. فقتل 120 فارسا، وقد اشتد له العطش، فرجع إلى أبيه يستريح ويذكر ما جهده من العطش. فبكى الحسين وقال: واغوتاه،
ما أسرع الملتقى بجدك يصحيك لفاته شغلة لا تضمأ بعدها، وأخذ لسانه فمصه ودفع إليه خاتمه يضعه في فيه ويؤوب للتوديع، وهو مكابد لظما الفؤاد وللحديد المجهد صاد الحشا، وحسامه ريان مما يطلع خليله عن الخدري ومشكى رمى العشا إلا إلى الظان الصديق، كل حشاشته كصالية الغضا ولسانه ظمأ كشدة مبردي، فانصاع يؤثره عليه بريقه لو كان أما تريقه لم يجلدي، ومذ انفنى يلقى الفريهة باسما والموت منه بمسمع ومشهد لذ الوضع، وأجالها جول الرحى بمثقف من بأسه ومهندي، يلقى دوابلها بذاب معطف ويشيم أنخلها مبتهجا بالبشارة الصادرة من الإمام الحسين لملاقاة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فزعب فيهم جحفر العلوي السابق وغبر في وجوه القوم، ولم يشعر وهو الأكبر يطرد الجماهير من أعدائه، أم أن الوصي عليه السلام يجعر في الميدان، أم أن الصواعق تترى في بريق شيخه، فأكثر القتلى في أهل الكوفة حتى أكمل المئتين، فقال مرة بن منقذ العبد علي آثام العرب إن لم أسكن أباه به، وطعنه بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته واعتنق فرسه فاحتمله الفرس إلى معسكر الأعداء وأحاطوا به حتى أقطعوا بسيوفهم إربا إربا ومحردا، يا قاتل الله الردى منه هلال جزا وغرة فرقدي، يا نشعة الحيين هاشم والندى وحمى الدمارين العلا والسود جيد بعد علي الأكبر عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمه رقية الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة مادوا على دين النبي، فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد الجهني فاتقى بيده فسمرها الى جبهته فما استطاع ان يزيلها عن جبهته، فقال اللهم انهم استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا، وبينا هو على هذا اذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه ومات، فجاء اليه يزيد بن الرقاد واخرج سهله من جبهته وبقي النصر فيها وهو ميت. ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة، فصاح بهم الحسين عليه السلام صبرا على الموت يا بني عمومته، والله لا رأيتم حوانا بعد هذا اليوم، فوقع فيهم عون بن عبد الله بن جعفر الخيار وأمه الحقير زينب وأخوه محمد وأمه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وأخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل وأصابة الحسن المثنى بن الإمام الحسن الصدق عليه السلام 18 جراحة، وقطعت يده اليمنى ولم يستشهد، وخرج أبو بكر ابن أمير المؤمنين عليه السلام واسمه محمد قتله جحر بن جبر النخعي، وخرج عبد الله بن عقيل فما زال يضرب فيهم حتى أحل بالجراح وسقط إلى الأرض، فجاء إليه عثمان بن خالد التميمي فقتله، ما القرب إلا سماء للعلا وما أبناء عمر العلا إلا دراريها، فللنبوة تاج في مفارقها
وللإمامة عقد في ترائيها أبو بكر بن الحسن ابن أمير المؤمنين وهو عبد الله الأكبر، وأمه أم ولد يقال لها رملة، فقاتل حتى قتل، وخرج من بعده أخوه لأمه وأبيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم، فلما نظر إليه الحسين أتلقه وبكى ولم يأذن له، فما زال الغلام يقبل يديه حتى أذن له، فبرز كأن وجهه شقة قمر، وبيده السيف وعليه قميص وإزاء وفي رجليه نعلان، فمشى يضرب بسيفه فانقطع شفع نعله اليسرى، وأنف ابن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن يحتفي في الميدان، فوقف يشد شفع نعله وهو لا يزل الحرب كلها بالله بنحله غير مختلف بالجمع ولا مبال بالأمور، وبينما هو على حرب شد عليه عمرو بن سعد بن نفيل الأجدي، قال حميد بن مسلم: قلت لعمرو: ويحك ما تريد من هذا الغلام؟ يكفيك هؤلاء الذين تراهم احتوشوه. فقال: والله لأشدن عليه. فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه فقال: يا عماه. فأتاه الحسين كالليث الغضبان فضرب عمرا بالسيف، فاتقاها بالساعد فأطنها من المرفق، فصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر، فحملت خيل سعد لتستنقذه، فاستقبلته بصدرها ووضعته بحواكرها، فمات لعنة الله عليه، وانجلت الغبرة، وإذا الحسين قائم على رأس الغلام وهو يبحث برجله. والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك خصم يوم القيامة جلده. حافظ عجل الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا ينفعك صوت، والله كثر واثره وقل ناصره. ثم احتمله وكان صدره على صدر الحسين ورجلاه القطان في الأرض، فألقاهما علي الأكبر والقتلى حوله من أهل بيته، ورفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم أعطهم عددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا، صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا أهل بيتي، لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم. ولما رأى العباس عليه السلام كثرة القتلى من أهلي قال لإخوتي من أمي وأبي عبد الله وعثمان وجعفر: تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله. والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال: تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك. فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتى قتلوا بأجمعهم، ولم يستطع العباس صبرا على البقاء بعد أن ثني صحبه وأهل بيته ويرى حجة الوقت مكثورا قد انقطع عنه المدد، ومن مسامعه عويل النساء وصراخ الأطفال من العطش، فطلب رخصة من أخيه. ولما كان العباس أنفس الذخائر عند الشبط الشهيد، لأن الأعداء تحذر صولته وترى وترهب إقدامه، والحرم مطمئنة لوجوده مهما تنظر اللواء مرفوعا، فلم تسمح نفس أبي الويل بمفارقته، فقال له: يا أخي أنت صاحب لوائي. ولم يبقى العباس صحيح ثم الجيش ولا يزدحم العباس
قال العباس قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين واريد ان اخذ ثاني منهم. فامره الحسين ان يطلب الماء للاصفار. فذهب العباس الى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع. فنادى بصوت عالي يا عمر بن سعد هذا الحسين بن منك رسول الله قد قتلتم اصحابه واهل بيتي وهؤلاء عياله واولاده عماشه لم يبقى غير الاطفال والنساء لماذا لا تسقون ويسقون الفيزان حتى يشربون هذا الماء وهؤلاء عياله واولاده عماشه فاسقون من الماء قد احرقتم وروح ذلك يقول دعوني اذهب الى الروم او الهند واخلي لكم الحجاج والعراق. فاثر كلامه في نفوس القوم حتى بكى بعضهم ولكن الشمر صاح باعلى صوته يا ابن ابي تراب لو كان وجه الارض كلهما وهو تحت ايدينا لما سقيناكم منه قطره الا ان تدخلوا في بيعه يزيد. فرجع الى اخيه يخبره فسمع الاطفال يتشاربون من العطش فلم تتطامن نفسه على هذا الحال وثارت به حميته. يوم ابو الفضل تدعو الضاميات به والماء تحت شبل هنديه الفدمي تقص مبلغه ولما اغترت من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين ومن معه فرمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت ان تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد النعيم فالله ما هذا افعال ديني. ثم مر امل القربه وركب جواده وتوجه نحو المخيم فقطع عليه الطريق وجعل يضرب في الاعداء حتى اكثر فيهم القتل وكشفهم عن الطريق وهو يقول لا ارحب الموت اذا الموت لقى حتى اوارى في المصانيك لقى نفسي لنفس نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى اني انا العباس اغدو بالسقى ولا اخاف الشر يوم الملتقى تكفي له احد الجبناء لم يتمكن ان يواجه وجها لوجه مع كثرتهم وفرديته فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخله وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يمينه فبراها وقال عليه السلام والله ان قطعته يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نيل النبي الظاهر الامين. فلم يعبا بيمينه بعد ان كان همه ايصال الماء الى اطفال الحسين وعياله ولكن لحظ الغدر ولكن حكيم ابن الطفيل كمن له مره اخرى من وراء نخله فلما مر به ضربه على شماله فقطعها وتكاثروا عليه واتته الشهاب كالمطر فاصاب القرب سهم واريق ماؤها وسهم اصاب صدره وضربه رجل بالعمود على راسه فبلغ هامته. المعروفين في العراق وهو المرحوم الشيخ كاظم سبتي كان احد الخطباء الاجلاء المعروفين اللي كان يدير المجالس الحسينيه. الشيخ السبتي رحمه الله عليه يقول اتاني بعض العلماء الثقات وقال انا رسول عباس من السلام اليك رايتم في المنام يعتب عليك ويقول لم يذكر الشيخ كاظم مصيبتي. وقلت له يا سيدي ما زلت اسمعه يذكر مصائبك. فقال عليه السلام قل له يذكر هذه المصيبه. وهي ان الفارس اذا سقط من خفيه تلقى الارض بيديه. والله وسلامه عليه اعرض عن حاله انجذر ظهري وقلت حيلتي وبان الانتثار في جبينه فاندكت الجبال من حنيه
وكيف لا وهو جمال بهجته وفي محيا سرور حافل اهله وساق لحديته وحامل اللواء بعالي همته رجع الحسين الى المخيم منكسرا حزينا باكيا يكذب دموعه بكل وقد تدافعت الرجال على مخيمه فنادى امام المهيب يريدنا امام المجير يجيرنا امام الطالب حق ينظرنا امام خائف من النار فيذب عنا أصوات النساء بالبكاء وأتته سكينة وسألته عن عمها وأخبره وأخبرها بقتله وسمعته بين فصاحت وأبكى وضيعتنا بعدك وبكينا النسوى بكي الحسين معهن يقلها قتل العباس التفت الحسين عليه السلام فلم يرى احدا ينصو ونظر الى اهله وصحبه مجزرين كالاضاحي وهو اذ يسمع عويل الايام وصراخ الاطفال شاح باعلى صوته هل ترى احد عن حرم رسول الله هل من واحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرد الله في غاثتنا يا ليتنا كنا مع حسين ارتفعت اصوات النساء ولم احفظت مشاعر عليه السلام ثم أتى به نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرملة المكاهن الأسدي بسهم فذبحه فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء قال أبو جعفر الباقر فلم تسقط من دمه قطره وفيه يقول حجة آل محمد عجل الله فرجه الشريف السلام على عبد الله الربيع المرمي الصريع المتشحط دما والمصعد بدمه الى السماء المذبوح بالسهم في حجر ابيه لعن الله راميه حرملة بن كاهل الاسدي وذويه عليه السلام
اول ما نزل لي انه بعين الله. اللهم لا يكون اهون عليك من تصوير. الهي ان كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه واله، وسمع عليه السلام قائلا يقول: دعه يا حسين فان له مرضعا في الجنه. ثم نزل عليه السلام عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملا بدمه وصلى عليه. ويقال انه وضعه مع القتلى من اهل بيته. وتقدم الحسين نحو القوم مسفكا سيفه عايشا من الحياة، ودعا الناس الى البراد، فلم يزل يقتل كل من برز اليه حتى قتل جمعا كثيرا. وتقدم الحسين نحو القوم مسلسا سيفا عائسا من الحياة، ودعا الناس الى البراد، فلم يزل يقتل كل من برز اليه حتى قتل جمعا كثيرا. ثم حمل على الميمن وهو يقول: الموت اولى من ركوب العاري، والعار اولى من دخول النار. وحمل على الميسر وهو يقول: انا الحسين بن علي، اليت الا انتني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. قال عبد الله بن عمار بن يغوث: ما رايت مكسورا قط قد قتل ولده واهل بيته وصحبه اربط جأشا منه، ولا امضى جنانا، ولا اجرع مقدما، ولقد كانت الرجال تنكشف بين يديه الى شدة فيهم، حتى انه لم يثبت له احد منهم. وصاح عمر بن سعد بالجمع: هذا ابن الانزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. فاتت وارضعت الاف بدله، وحال الرجال بينه وبين رحله، فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحزابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فناداه شمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: انا الذي قاتلتكم، والنساء ليس عليهن جناح، امنعوا عتاقكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فقال الشمر: لكذلك. وقصده القوم فاشتد القتال، وقد اشتد به العطش، فحمل من نحو الفرات على عمرو بن الحداد، كان في 4000 فارس، فكشفهم عن الماء واقحم الفرس الماء. فلما هم الفرس ليشرب قال الحسين: انت عطشان وانا عطشان. فلا اشرب حتى تشرب. فرفع الفرس راسه كانه فهم الكلام. الكلام لا يكون حول الاسلام، لا يكون الكلام. ولما نزل الحسين يده ليشرب ناداه رجل: اتى امتد الماء وقد هتكت حرمه. فرمى الماء من يده ولم يشرب وقصد الخيمه. ثم انه عليه السلام ودع عياله مره اخرى، امرهم بالصبر ولبس الازر، وقال: استعدوا للبلاء، واعلموا ان الله حانيكم وحافظكم وسينجيكم من شر الاعداء، ويجعل عاقبتكم خيرا،
ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه الذلية بأنواع النعم والكرامة. ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم حتى لو قيل بأن هذا الموقف من أعظم ما لاقاه سيد الشهداء في هذا اليوم، فإن عطائل النبوة تشاهد عماد أحذيتها وشهاد حلمها وحلم عزها ومعقد شرفها مؤذنا بفراق لا رجوع بعده عليه ما كان مجهولا بنفسه وحرمه. والله إن فرغ لكم لا تمرقوا من لكم عن ميسرتكم، فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت سهامه بين أطناب المخيم وشك سهم بعض أذر النساء، فدهشنا وارعبنا وصحنا ودخلنا الخيمة لينظرن إلى الحسين كيف يصنع، فحمل عليه الحسين القضبان فلا يلحق أحدا إلا بعده بسيفه فقتله، والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع إلى حسين يكبر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وطلب في هذه الحال فقال الشمس لا تذوقه حتى ترد النار، وناداه رجل حين لا ترى الفرات كأنه رطول الحياة فلا تشرب منه حتى تنوع عطشا، فقال الحسين اللهم انس عطشا، فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك الى ان مات عطشا. ثم رماه ابو الحروب في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم انك ترى ما انا فيه من عبادك هؤلاء الحصاة، اللهم اعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا. وصاح صوت عاد يا امة السوء بئس ما خلفتم محمدا في حفرته، اما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتلا، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم اياي، وإن الله اني اعرف ان يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال الحسين ماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسجد دماءكم ثم يصب عليكم العذاب خبا. ولما ضعف عن القتال وقف يستريح فرماه رجل بحجر على جبهته، فسالت دموع الحسين فاخذ الثوب ليمسح الدمع عن عينيه، ورماه بسهم محدد له ثلاث شعر فوقع على قلبه. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، يرون رجلا ليس على وجه الارض ابن بنت نبي غيره، ثم اخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزان. ووضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رمى به نحو السماء وقال هون ما نزل بي انه بعين الله، فلم يشرب من ذلك الدم نظر الى الارض. ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت نطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال هكذا اقول حتى القى الله وشدي رسول الله، وانظر بدني واقول يا شدي بدني فلان وفلان وفلان. فجلس على الارض ينوم برقبته. فانتهى اليه في هذا الحال مالك من نسر فشتمه ثم ضربه بالسيف على راسه. Thank you.
بكفره، فشتمه ثم ضربه بالسيف على راسه وكان عليه برنس، فانبرأ البرنس بالدم. فقال الحسين: لا اكلت بيمينك ولا شربت، وحشرك الله مع الظالمين. ثم القى البرنس واعتم على الخلوم سوا. قال حان بن ثبيت الحضرمي: اني لواقف عشرة لما صرع الحسين، اذ نظرت الى غلام من ال الحسين عليه جار وقميص وفي اذنيه بالرسال وبيده حمود من تلك الاغنية وهو مدعوم. ينسبت يمينا وشمالا، فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله. وذلك الغلام هو محمد بن ابي سعيد بن عقيل بن ابي طالب، وكانت امه تنظر اليه وهي مدعوش. ثم انهم لبثوا هنيئه وعادوا الى الحسين واحاطوا به وهو جالس على الارض لا يستطيع النهوض. فنظر عبد الله ابن الحسن الصدق عليه السلام وله 11 سنة، نظر الى عمه وقد احدق به القوم، فاقبل يشتد نحو عمه، واراد زينب حبسه فافلت منها، وجاء الى عمه وهو بحر بن كعب بالسيف ليضرب الحسين، فصاح الغلام به: يا ابن الخبيث اتضرب عمي؟ فضربه بحر، فاتقاها الغلام بيده فاطنها الى الجلد فاذا هي معلقه، فصاح الغلام: يا الله! ووقعت في حجر الحسين، فضمه الي وقال: يا ابن اخي اصبر على ما نزل بك وحدك في ذلك الخير، فان الله تعالى يلحقك بابائك الصالحين. ورفع يديه يقول: اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق اددا، ولا ترض الولاه عنهم ابدا، فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. ورمى الغلام مخر ملك بن كاهن بسهم فذبحه وهو في حجر عمه، وبقي الحسين مطروحا مليا، ولو شاءوا ان يقتلوه لفعلوا، الا ان كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الاقدام على ذلك، واصبح مشتجرا للرماء تحل الدماء منهم الرانها. وما تنتظرون بالرجل وقد ادخنته السهام والرماء، احملوا عليه وتفاحملوا عليه من كل جانب. اتوا اليه قد ضربوا عاتقه المطهرا بضربة كف العار على الثرى، وضربه زرعة بن شريك على كتفه الايسر، ورماه الحسين في حلقه، وضربه اخر على عاتقه، وطعنه سنان بن انس في ترقوته، ثم في بواني صدره، ثم رماه بسهم في نحره، وطعنه صالح بن وهب في شفه. قالت زينب سلام الله عليها: ويحكم، اما فيكم مسلم؟ فلن يجبها احد. ثم صاح ابن سعد بالناس: انزلوا اليه واريحوا. هذا الجواب. فاجابها ابن سعد بقوله: انزلوا اليه واريحوا. فبدر اليه شمر فربسه برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته المقدسة وضربه بالسيف 12 ضربة واحتز راسه المقدسة وأقعد الأمر على سمره، فأخذ إسحاق بن عوية قميصه، وأخذ الأخلة بن مرثة بن علقمة عمامته، وأخذ الأسود بن خالد عليه، وأخذ سيفه
صبي ابن الخيل وجاء رجل وحاكمه في يصدعه والدماء عليه وحاول نزعه فلم يتمكن فقطع يصدعه وقطع الاخر واخذ قيس بن الاشعث خفيفه وكان